السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. كشف مصدر أمني مطلع اليوم الجمعة عن قيام قوة أمنية خاصة من قيادة عمليات ميسان باعتقال شخص متهم باغتيال قيادي بعصائب أهل الحق في حادثة مشهورة حصلت نهاية 2019. وقال مصدر أمني إن قوة أمنية خاصة اعتقلت أحد المتهمين بعملية اغتيال القيادي في حركة عصائب أهل الحق وسام العلياوي داخل سيارة الأسعاف في وقت السابق. أضاف أن حادثة اغتيال العلياوي حدثت في تشرين الأول عام 2019 بعد مواجهات مسلحة أمام مقر العصائب في ميسان. أصيب العلياوي خلالها على أثرها ونقل بسيارة الأسعاف وقتل بداخل